كابتن ابراهيم، النادي الاهلي بيمثل ايه في حياتك؟ مش هيكلم. ماشي كابتن ابراهيم، عايز اعرف النادي الاهلي بيمثل ايه في حياتك بصراحه شديده. بيمثل في حياه كل رياضي مش ابراهيم بس. بجد يمكن ما لعبش فعلا رياضه في النادي الاهلي، انا من وجهه نظري ما لعبش رياضه بس كده. يعني هو النادي الاهلي مش محتاج ان حد يتكلم عليه. النادي الاهلي مش محتاج ان حد يتكلم عليه، ولكن فعلا انا بتمنى ان انا اكون موجود من ضمن رجاله النادي الاهلي في داخل جدران النادي الاهلي. فانا ان شاء الله يعني انا بطلبه على الهوا. تطلب ايه على الهوا؟ ان انا يبقى في لي لقاء مع الكابتن محمود الخطيب. مع مين؟ مع الكابتن محمود الخطيب ومع الفرقه، مع فرقه الكوره، ولو حتى يعني نعمل ماتش حتى كده استعراضي في حب تنس الطاوله وكره القدم. صدقوني الطلب ده انا متاكد وبقوله وهصمم عليه لكابتن ريان حمدته، الهام التنس طاوله في العالم، ان يقابل كابتن محمود الخطيب ده طلبه. واكيد فرقه كره القدم عندنا امثله كتيره جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله في اقرب وقت، انا اكيد مش بوعد لكن اكيد بتوصل سريعا لكابتن محمود الخطيب، واكيد ده شيء مهم جدا هو طلبه، واكيد النادي الاهلي لازم يلبي هذا النداء. مستنيين ومنتظرين دعوه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للمقابله لكابتن ابراهيم حمدته. اخر نقطه عشان نخلص الحلقه، هاجي جنبك جايز تخسري.